طرح منطقة رأس بناس البحر الأحمر على المستثمرين فور الانتهاء من تخطيطها على غرار رأس الحكمة. قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان أنه تم التعاقد مع مكاتب استثمارية عالمية لوضع مخطط عام لمنطقة رأس بناس الواقعة في البحر الأحمر بعد زيادة عدد طلبات المستثمرين للدخول والاستثمار بها. خليني في البداية أسأل حضرتك أهمية هذه المشروعات وانعكاسها على جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال. صباح الخير يا أستاذ المشاهدين، كل سنة والجميع طيبين. الحقيقة أنه مصر قطعت شوط كبير في مسألة البنية الأساسية. في نهج جديد بالنسبة للاستثمار، وخلينا أقول لحضرتك هو استثمار شامل يشمل الاستثمار العقاري والسياحي والبيئي وغير ذلك. فمنطقة رأس بناس طبعا معروف أنها منطقة البحر الأحمر، منطقة مهمة لأي مستثمر، تجمع بين أكثر من حسنين. الحقيقة البيئة النظيفة المطلة على البحر الأحمر، منطقة جذب سياحي معروف. فالحاجة الثانية انه في الاخر هي دي مصر، ارض مصرية، العالم كله يعني معظم المستثمرين ورواد الاعمال الحقيقة يعني لديهم رغبة في الاستثمار لمصر. كان المفروض يعني كان ده هيتم بعد وجود بنية تحتية يعني جاهزة. الحقيقة ما كانتش معادة قبل 10 سنوات بالشكل الكافي. لكن احنا يعني هي دي المنطقة تكون بداية الحقيقة لمناطق اخرى لاستثمارات متنوعة ومتعددة. في الاساس الاستثمار يحقق حاجتين استاذ مايكل، الاولى اضافة للدخل القومي المصري، الحاجة الثانية اتاحة فرص عمل. فلما انا اتكلم عن تنوع الاستثمار الحقيقة، ونتمنى المرحلة القادمة انه يكون اعلان عن مناطق صناعية جديدة اللي هي بتتيح فرص عمل الحقيقة يعني بشكل كثيف للشباب الخريجين وخريج الدبلومات الفنية والتعليم الفني والصناعي وغيره. الحاجة بالاضافة لانها تبقى اضافة اقتصادية للدخل القومي، ان يبقى عندي منتج للتصدير. صحيح. وعارفين انه كل يعني زي ما مصر كانت في بعض المراحل في مشاكل في الدولار والعملة الصعبة والكلام، الحلول الحقيقية الحقيقة بجانب انه مصر بلد زراعي، الحلول الواقعية والحقيقية انه نكثف شوية في الاستثمار الصناعي. وخلينا اقول لحضرتك انه الدور هنا هيكون على اكثر على المستثمرين ورجال الاعمال المصريين اللي موجودين في كل بلاد الدنيا. المفروض انه عليهم دور، احنا مش بنقول لهم الحقيقه تعالوا يعني في حاله من العطف، تعال استثمر لانك هتكسب، انا عندي ما زالت طاقه رخيصه، عندي ايدي عامله رخيصه وبدات تبقى مدربه. النهارده التعليم الفني بيشتغل على الفئات والصناعات والحقيقه بشكل تعليمي زي العالم كله ما بيشتغل. فالمفترض انه اوسع دائرة الاستثمار، وده محتاج شغل الحقيقة بشكل كبير من وزير الاستثمار ومن التعاون الدولي ومن كل الحقيقة كل الجهود. شغل برا السفراء، برا السفارات المصرية برا تشتغل في ندوات عن افاق وفرص الاستثمار اللي موجودة في مصر وايه المزايا وايه دلوقتي تبسيط الاجراءات. الحقيقة انه نتمنى يعني الاعلان عن عدد من المشروعات الضخمه والعملاقه بجانب الدوله، لان الدوله مش هتقدر تعمل كل المشروعات زي ما موجود في كل العالم. الدوله بتوفر البنيه الاساسيه من كهرباء وميه وطرق وغيره، وده حقيقه ما كانش تقدر تتكلم على انه الناس تيجي تستثمر عندي او اعمل دعوه. يعني ماذا لو تم عقد مؤتمر عالمي للاستثمار في مصر في هذه المرحلة بالتعاون مع السفارات ما بين الخارجية بين التعاون الدولي ما بين عدد من الوزارات المعنية بهذا الشكل، بحيث انه ابصر واقول انه انا عندي مزايا عديدة مش موجودة في اي دولة في العالم. عندي سوق افريقي يعني به مئات الملايين من المستهلكين، وده يكفيني انه اتتك على البدج على الصنعة في مصر في افريقيا الحقيقة بيلاقي
ما زال يلاقي وسيظل إن شاء الله يلاقي ترحاب شديد. صحيح.